هنعمل ايه؟ عادي عادي، هو بس يسجل ولا لسه؟ هو بيسجل، ده أول حاجة. خلاص، تاني حاجة بقى، هو أنا المفروض دلوقتي أشرح ايه؟ عشان نسيت. أنا هفهم أول ايه دلوقتي؟ الكتاب الأول؟ قولي تفصيلي، خدي الصورة واعملي لهم كل تفصيلة جوه الصورة، تمام؟ اللي هي السلالم، كنبة، كرسي كده، عشان انا عايزة رسم دايرة، عشان برضه هما لو اتزنقوا وكتبوا معاهمش الكتاب لازم يبقوا عارفين. عايزين بقى، بس ان انا كلمتك فين؟ ان انا انت قلتي مثلا الصورة انا عرفت اصورها لهم، لو احنا عايزين صورة ندخلها جوه في الكتاب عشان انا نلمها حاجة، اي حاجة ازاي؟ زي صورة ممكن مثلا عايزة تسحبي صورة من موبايل، صورة بنات انت جايباها معانا، كنت بدخلي الصورة، بصي انت ممكن تدخلي الصورة قصادي وتقعدي تبصي، هي اصلا بتغير عنها كويس في الفوتوغرافي. ايه تاني يا افتحي بقى الموبايل وشوفي، عشان سألتي على حاجات برضه. الطباعة، طب واحدة واحدة، نبتدي الأول بالتكست، تمام؟ ماشي. طيب احنا دلوقتي الكتابة في فونتات عربي، كنت أنا مديها لكم صح؟ لا اديتها لكم والله، مش المرة فاتت، انا اديتها لكم من الاول خالص، في اول مرة قلت لكم عليها اديتها لكم قبل كده. المهم انا مش عارفه دلوقتي على موجودة على الجهاز ده ولا لا، لو مش موجودة هبقى انزلها. وبعدها جبتها، بعدها حطيتها لكم على فلاشات، على فلاش، هاتي فلاش. طيب بصي، طيب دلوقتي احنا في التكست عملنا ايه؟ عملنا قائمة فورمات وعملنا تكست ستايل صح؟ ودوسنا هنا على نيو. لا نروح يا جماعه عشان عايزه اعملها. طب انا عاملاها عندي بقى فورمات نيو تكست ستايل، فورمات تكست ستايل نيو، معلش هاتي فلاش. لا اشوف عليها الخطوط ولا لا، بعدين دوسي عند ستاندرد دي ودوسي نيو اللي في الجنب هنا، ودوسي نيو، اكتبي اي اسم، اسمك، اسم اوتوكاد، تاريخ النهارده، اي حاجه، تمام؟ بعدين هتيجي هتختاري من هنا نوع الخط، تمام؟ اي بقى نوع خط؟ احنا قلنا لو عربي فانا عندي خطين، خط اسمه سوسه وخط اسمه اكس ار، تمام؟ سوما دلوقتي مش عارفه اسمه فلاش. بصي في لا انا ممكن اكون حطيتهم لك، يعني ممكن تكوني، يعني انا حطيتهم لك على طول. تلاقي في خط اسمه صوصه اس او اس اي، هتلاقيه لو شوفيه عندك ولا لا. مثلا اي خط انا اخترته بيبقى شكله باين من هنا، تمام؟ وبختار من هنا ارتفاع الخط بتاعي، ارتفاع الخط بيبقى ايه؟ 0.3 او 0.4، تمام؟ 0.4 مثلا، وهعمل ابلاي. ماشي قبل ما تخلصي نشوف. هو لو احنا مش حاطين العربي ده يبقى مش حاطين صوت، صح؟ اه لا مش عندي، هي مش عندها، مش عايزها، مش عارفه ادور عليه. سيبيها هتعمل هي قايله لنا الطريقه اللي هتدخلي فيها الكتابه العربي.
اهي اهي على الفلاشه اهي والله والله على الفلاشه. طب حطيتها بقى انا. طب ايه طب حطيتها والله على انا قلت لكم انا نزيحه لكم والله. بحطها ازاي انا بقى على هقولها دلوقتي هحطها عندي عشان هي مش عندي هحطها دلوقتي. لا مش عندي حطيها عندي وحطها لي عندي هنا عليه. شوفي انا هحطها ازاي عشان تعرفي تحفظي بعد كده. انا مش صار انا عايزك تعمليها عشان دي بعد كده هي ثابته معايا. ايوه عشان لو انت نزلتي البتاع تاني تبقي عارفه تعملي ايه. تمام خدي خدي الفلاشه افتحي الفولدر هتلاقي فيه نيو فولدر 2 جواها فولدر اسمه خطوط. تمام هقفل الاوتوكاد كله وقت. تمام بس بعد كده ايه طيب مين فولدر 2؟ دخلت على الفلاش اهو. لا انا مشغوله من جهاز واتس اب بس مش اكتر. مش تعملها؟ لا والله انا دوست على ده عشان يوقف تسجيل بس. هنعمل ايه عشان نحط الخطوط؟ هاجي عند الاوتوكاد اهو هدوس كليك يمين واعمل اوبن فايل لوكيشن. تاني واحد تمام هيطلع لي ده. هدوس على فولدر اسمه فونت اهو. تمام هاخد الخطوط اهي الخطين دول هعملهم كوبي وهاجي عند الفولدر اللي انا فتحته دول هعمل بيست. هيطلع لي برميشن كده هقول له كونتينيو عادي. حطيها اعملي بيست. هيطلع لي ويندو دوسي اوكي او كونتينيو. بس كده اتحط خلاص اقفلي وحطي وافتحي الاوتوكاد بقى تاني هتلاقيهم موجودين. هي يعني الخطوه دي هتلاقيها متسجله في كذا فيديو يعني. انا بفتح عايزه ايه؟ طب هو لسه بيسجل. ما انت عارفه ان الجهاز عشان اظبط التكست كده بعمل ايه قائمه فورمات تكست ستايل. تمام هدوس على مثلا ستاندرد دي واعمل نيو واكتب الاسم اللي هيطلع. تمام واكتب اسمه واعمل اوكي. نفترض بقى ان هو ده. هاجي من هنا هختار الخط. لو انا عايزه اكتب عربي الخط اسمه ايه؟ سوسه اللي احنا لسه منزلينه هتلاقيه اهو. تمام وهيجي هاجي عند الهايت اختار ارتفاع الخط. ارتفاع الخط ده بيبقى كام؟ 0.3. بس انا فورمات تكست ستايل هنيجي هنا تختاري من هنا ارتفاع الخط اهو الهايت ده بنخليه 0.3. اوبن فايل لوكيشن صح؟ طيب لما نيجي عند نعمل رسمة الباب فتحة الباب تترسم ازاي؟ الباب انا عارفة اساسي ان هو عرضه
90 سنتي، بيبقى من متر ل90 سنتي، بين الحمام والمطابخ بتبقى 80، فاهم؟ فانا دي مقاس ثابت لازم اكون عارفاه وحافظاه. طيب عشان ارسم الدوران بتاع الباب، انا عارفه ان هو ربع دايره، ربع دايره يعني نصين قطرين متساويين، يبقى فتحه الباب قد ايه؟ طول الباب، تمام. طيب هاجي من هنا، هيبقى ده طوله 90، ال 90 بنكتبها 0.9، وهاجي من هنا 0.9، خلاص. الاثنين دول ايه؟ قد بعض. هكون انا شغلاهم عن انهي لاير؟ على اللاير بتاعت الدورز عندي، تمام. طيب فاضل اعمل الدوران اللي هنا، تمام. الدوران ده هعمله بالايه؟ بالقرص. بس في حاجه انا